وجرى على الزهراء ما يدمي الحشا حتى الجنين حتى الجنين هوى على العجبا وصي مقيد من جاده يعز على آل محمد أن يقيد أمير المؤمنين من جاد سيفه وإذا الوصي مقيد من جاده عثر الزمان بأفظع العثرة لو الوصية لم تكن لا والله وأفاقت الزهراء على الصرخات مولاي يا ابن الحسن أنت العالم بما كان ولكن أخبرك سيدي أن الرواية تقول أن الزهراء عندما عُصِرت بين الحائط والباب سقطت مغشياً عليها ولكن ما أن أخرجوا علياً حتى أفاقت على أصواتهم وأفاقت الزهراء على الصرخايا ماذا فعلت فاطمة خرجت وكسر الضلع أحلى ظهرها خرجت وكسر الضلع أحلى ظهرها خلوا عليا حياتي مولاي لم يجيبوها لم يردوا عليها بلى فعلوا أمرا واحدا عادوا إليها بالسياط وحيدر عادوا إليها بالسياط وحيدر يجرع آلم الحرقات بالصبر يجرع آلم الحرقايا يا دي يا ابن الحسن طالت الغيبة سيدي 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 طالت الغيبة والقلب منا اشتعال النار وجنك ما تدريش صار يوم انطب والدار بلا تدري مولاي حرقوا وضربوا وسقطوا وانبتوا مسمار سيدي حرقوا وضربوا وسقطوا وانبتوا مسمار ولطمة العين عظم يا ابو صالح. Yeah.